التمسك بطريق الحق وتحمل ضريبة التمسك بطريق الحق مكلفة، ولكن عندما تتضح الصورة للسائرين على طريق الحسين ويكون هناك إيمان راسخ بهذه القضية، فإن المؤمنين بهذا الخط لا يتخلون عن الحسين مهما كلفهم. نحن اليوم نجد أن كثيرا، وقد نكون بعضهم كثيرا من الذين التحقوا بقافلة الثورة في البحرين، قد أصابهم التعب واليأس وبدأوا يتراجعون ويتخلفون، وهذا هو نفسه ما أصاب الذين خرجوا مع الإمام الحسين عليه السلام من مكة في اتجاه كربلاء. نحن اليوم إما أن نتمسك بالحسين ونستمر مع الحسين ونواصل طريق الحسين، وإما أن نكون مثل أولئك الذين تخلفوا عن الركب الحسيني في وسط الطريق. يكلفنا أنفسنا، يكلفنا أهلينا، يكلفنا مالنا، يكلفنا حياتنا، يكلفنا مستقبلنا، ولكن لا نتخلى عن الحسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك.